أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا أينما كنتم. نلتقي اليوم في ليلة طقسها جميل هنا في ملعب المباراة، وسأكون معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. هذه تحية محدثكم فارس عوض، وأتواجد معكم اليوم من كابينة التعليق. فريق مانشستر يونايتد في مواجهة ريال بيتيس، ننتظر الكثير من الندية والإثارة بين الفريقين في هذه القمة. كرة والدفاع في الوقت المناسب، بيليه، شوف المساندة، شوف طلب الكرة من الزملاء. حلو التدخل من اللاعب، بيخلص فيها الفرصة الماضية. إيريك كانتونا، راشفورد، التقدم في المباراة، تدخل رائع يلهي الخطورة الآن. تناقل الكرة بهدوء، انتظار فرصة حقيقية للاختراق. تمرير الكرات يتم بشكل مميز جدا في المقدمة من أجل خلق فرصة ومساحة للتسجيل. فالفيردي، ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة. برونو فرنانديز، برونو فرنانديز، فالفيردي، بيليه، ضغط يتشكل ولكن بدون استعجال، ما في تسرع حتى الآن بالرغم من التعادل. فريق الخصم بيخلص الكرة، ماذا سيفعل الآن؟ إيريك كانتونا، الحكم يطلق صافرته معلنا نهاية هذا الشوط. الآن استراحة قصيرة ولنا عودة لمتابعة أحداث الشوط الثاني من المباراة. ينطلق لامي صفرة حكم المباراة. المساندة تأتي من الزملاء، فقدوا الكرة، كانت فرصة خطيرة جدا. ماركوس راشفورد، وصلت لبوليسيتش في الوقت المناسب، يتدخل ويقطع الكرة. عند واين روني، ماركوس راشفورد، فرانكي دي يونغ، ملعوبة إلى راشفورد، بهدوء يحافظون على الكرة. شوف الاستحواذ، شوف بناء الهجمة، تمريرات متتالية بحثا عن ثغرة، بحثا عن مساحة في دفاع الخصم. الكرة مع بيرون، وين روني، ماركوس راشفورد، حارس تمكن من ابعاد هذه الكرة بسهولة. كيرر، فالفيردي، بيليه، الدعم ياتي في هذه اللحظات، عند الكرة الان. حلو التدخل واعتراض الكرة. خوان سيباستيان بيرون، الآن 10 دقائق فقط تصنع نهاية المباراة. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة، خلصها حارس المرمى، الله على الكرة، على التوقيت، على التدخل في اللحظة الماضية. رافائيل فاران، ماركوس راشفورد، ثيو هيرنانديز. نهاية المباراة بالتعادل بين الفريقين، غابت متعة كرة القدم في هذا اللقاء، لأن متعة كرة القدم هي الأهداف.